وهذا الرجل يجدد دين المشركين ويدعو الناس والمسلمين إلى عبادة غير الله من الطواغيت، فهذا الرجل يدعو إلى عبادة الطواغيت وإلى الشرك بالله صراحةً. وأنا مسؤولٌ عن هذا الكلام، لأن الكلام موثق من جميع أجهزة إعلامنا للأسف الشديد. للأسف الشديد يقول هذا الرجل في تلفازنا السوداني، يقول إن غير الله يستطيع أن يخلق، هناك خالقون غير الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد خرج علينا رجل في بلادنا السودان، وظهر في وسائل الإعلام، وفتحت له، لا أقول غالب الأبواب، ولكن أقول فتحت له جميع الأبواب الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية. وهذا الرجل يجدد دين المشركين ويدعو الناس والمسلمين إلى عبادة غير الله من الطواغيت والأنداد، فهو يجوز عبر وسائل الإعلام التي في بلادنا، ليس في بلد آخر وإنما في بلادنا، يجوز السجود لغير الله تعالى والعياذ بالله، ويجوز دعاء غير الله صراحة، ويتحدى عبر وسائل إعلامنا، ويجوز الاستغاثة والاستعانة بغير الله، ويدعو المسلمين الموحدين إلى ترك عبادة الله وإلى عبادة العباد من دون الله عز وجل.
وهذا للأسف الشديد وللأسف الأشد على وسائل الإعلام أمام مرأى ومسمع من الناس من الكبراء ومن السادة ومن العلماء ومن الخطباء. ووالله ثم والله ثم والله إذا لم نتدارك هذا الأمر فسنعيش في دنيانا ضنكاً، ويحشرنا ربنا يوم القيامة عميانا. السبب لأن هذا الرجل يعرض الناس عن ذكر ربهم إلى ذكر العباد وإلى عبادة العباد وترك عبادة رب العباد. وما جاء الأنبياء وما أرسل الرسل وما نزل الوحي جبريل إلى جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين إلا لإثبات حق الله وإفراد العبودية لله وعدم الإشراك في عبادة الله كائناً من كان، لا نبياً مرسلاً ولا رسولاً ولا ملكاً مقرباً ولا ولياً ولا صالحاً. قال ربعي بن عامر: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الرجل يدعو إلى عبادة الطواغيط وإلى الشرك بالله صراحة، وأنا مسؤول عن هذا الكلام لأن الكلام موثق من جميع أجهزة إعلامنا للأسف الشديد. للأسف الشديد يقول هذا الرجل في تلفازنا السوداني، يقول: إن غير الله يستطيع أن يخلق، هناك خالقون غير الله تعالى. وهذه لم يقلها لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا عقبة بن أبي معيط ولا أحد من المشركين الأوائل الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين الأوائل كما حكى الله عنهم في القرآن أنهم أثبتوا أن الخالق وحده هو الله. قال تعالى في القرآن: ولئن سألتهم، هؤلاء المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، من الخالق؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قال الله تعالى في القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. المشركون يقولون إن الخالق وحده لا شريك له هو الله، وهذا عبر وسائل الإعلام يؤصل لهذا الشرك الذي لم يقع فيه حتى إبليس عليه لعنة الله، وما زال الرجل يتكلم. ولذلك نحن لازلنا نتكلم عنه، لأن الله سيسألنا ويلعننا ويعاقبنا إن كتمنا الحق إرضاء للخلق. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وبينوا وبينوا، يعني لم يكتموا الحق مجاملة للخلق، وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا منهم. فإلى أولى تلك الشبهات التي يؤصلها هذا الرجل
لا أقول كل يوم على وسائل الإعلام، ولكن على جميع وسائل الإعلام يتكلم في اليوم الواحد على غالب القنوات والإذاعات: النيل الأزرق، أم درمان، الرياضية، جون، قناة جون، قناة الخضراء، صحيفة الدار، صحيفة الرأي العام، إذاعة القوات المسلحة، إذاعة الرياضية، إذاعة كذا. هذا الرجل يتكلم بملء الفم، وله فتاوى غريبة ما أنزل الله بها من سلطان على مستوى الإسلام، والله ليست لها علاقة أبداً بكل القرآن، ولا بأي آية في كتاب الله، ولا بأي حرف في كتاب الله، وليس لفتاواه علاقة بأي حديث واحد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. سئل عن صيام يوم الجمعة والسبت، قال يجوز، الجمعة لوحده والسبت لوحده بلا خلاف. سئل عن دعاء غير الله كدعاء الموتى والأولياء والصالحين، وهذا كفر في الدين، لأن الله تعالى يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله كل من دعا غيره، سماه الله من الكافرين، ولم أسمه أنا. سئل عن دعاء غير الله فقال يجوز بإجماع الأئمة الأربعة، هذا كذب، هذا شرك أمام الناس. ووالله ما عانينا من غلاء الأسعار في هذه الأيام أكثر من الأيام التي قبلها، واضمحلال السلع الاستهلاكية، والمشاكل التي تعيشنا بلادنا وغيرها من بلدان المسلمين، إلا لمثل أقوال هذا الرجل، لأنه يجدد دين المشركين، والمسلمون صامتون لا يتحرك منهم أحد إلا من رحم ربك. أولى تلك الشبهات، وأنا أفعل الذي أستطيعه في هذا المنبر، وأفعل الذي يسألني منه الله في هذا المنبر وفي غيره من منابر الإسلام التي تفتح لي بحسب ما تفتح، لأبرئ رقبتي وذمتي أمام الله تعالى، لأن المسؤولية في أعناق كل مسلم صغير كان أم كبير عظيمة، وسيسألكم الله عن ذلك. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين. هذا الرجل يدندن حول موضوع التوسل، وباختصار شديد الأمر ليست فيه صعوبة، ولكن الدجال استغل جهل المسلمين بالدين، وأن الذين يفقهون دينهم قليلون، فاستغل ذلك ولبس عليهم دينهم. إلا أن المسألة قليلة إلى أبعد حد وإلى أبعد غاية، سهلة يسيرة قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. التوسل في لغة العرب هو التقرب إلى المطلوب، والتوصل إليه برغبة. والتوسل أو معنى كلمة الوسيلة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، قال ابن عباس: هي القربة. وقال قتادة رحمه الله ورضي الله عن ابن عباس وعن أبيه وعن جميع الصحابة وأرضاه، قال قتادة: أي تقرب إلى الله بطاعته والعمل له بما يرضيه. قال ابن كثير: والذي ذكره هؤلاء الأئمة والعلماء والسلف لا خلاف بين المفسرين في ذلك. إذن معنى كلمة الوسيلة في القرآن أي التقرب إلى الله بأعمالك أنت الصالح، أو بالأعمال الصالح. ولا يجوز من هنا أن تتقرب أو تتوسل إلى الله بأعمال غيرك ولو كان صالحاً، لأن التوسل هو أن تتقرب إلى الله بأعمالك أنت الصالحة أو التي تردو فيها الصلاح. ودليل ذلك حديث الثلاثة
الذين أواهم المبيت إلى غار، فانحدرت الصخرة فأغلقت الباب عليهم، فقال أحدهم: إنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، أي أنتم لا غيركم، بصالح أعمالكم أنتم. فتوسل الأول، اختصار للحديث، توسل ببره لوالديه، وأنه لا يقدم عشاءه لأولاده وزوجته قبل أبيه وأمه، وإنما يقدم الوالدين. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا ولا يستطيعون الخروج. فقال الثاني: اللهم، توسل إلى الله الثاني بعفته وتركه للزنا من ابن عمته بعد قدرته على ذلك. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت شيئا آخر ولما يستطيع الخروج. فتوسل الثالث إلى الله بأدائه الأمانة والحقوق إلى أهلها، فانفرجت الصخرة تماما، فخرج الثلاثة يمشون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. والتوسل الجائز على ثلاثة أنواع لا رابع لها. الأول ما ذكرناه، أن تتوسل إلى الله في دعائك بعملك الصالح، ودليله حديث الثلاثة هذا. النوع الثاني، أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ودليل ذلك قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. مثل أن تقول: يا أرحم الراحمين ارحمني واغفر لي، يا رزاق يا ذا القوة المتين وسع لي في رزقي، يا شافي أشفني، وهكذا. ودليله من القرآن أيضا توسل الأنبياء والصالحين بربهم تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا هو. ومن السنة دليله أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رواه الترمذي وصححه الألباني، وما رواه أحمد بإسناد صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حزب أحدكم أمر أو همه فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني. فمن قالها فرج الله ما أهمه، وأبدله الله مكان حزنه فرجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث والأخير من أنواع التوسل الجائز، أن تتوسل إلى الله بدعاء الرجل الذي تظن فيه الصلاح، بشرط أن يكون حيا، فلو كان ميتا فهذا شرك بالله أكبر، مخرج من الإسلام، وأن يكون حاضرا، فإن كان غائبا وأنت تناديه من بعيد أو تندهه، مثل أن تقول: مدد يا شيخ فلان، هذا ليس بتوسل أولا، وإنما هو دعاء لغير الله، وهو شرك بالله أكبر. أما التوسل يكون بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. كيف يكون؟ تقول: يا شيخ فلان، أدعو لي الله أن يشفيني، لأنني مريض مرضا عجز الأطباء عن علاجه مثلا،
أو أريد كذا أريد كذا، أدعو الله أنت لي ولا تدعوه هو وتترك الله، لأنك إن فعلت ذلك فإنك إذن من الظالمين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلته فإنك إذن من الظالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على عبدك ونبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: الأمر سهلٌ كما سمعتم، إلا أن لهذا الرجل شبهات يلبس بها، يأتي بآيات وأحاديث لا علاقة لها بشركه ولا بباطله ولا بدعته، وهذا قد تنبأ بمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما ينتزع العلم بقبض، يعني بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما مات العلماء، اتخذ الناس رؤوسا كرأس هذا الرجل، رؤوسا جهالة، هكذا قال رسول الله: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الشبهة الأولى: فهموا الخاطئ لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال الوسيلة في خلاصة كلامه: أن تدعو الأشياخ الموتى أو الأحياء من الغائبين من دون الله. قال: مثل أن تقول: يا شيخ فلان مدد، يا شيخ فلان أغثني. وهذا هو الشرك الأكبر بعينه. الدليل: قال الله تعالى في القرآن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال العلماء: من دون الله يدخل فيها الرسل. نعم، إذا كان الرسل لا يشركون مع الله فكيف بمن دون الرسل ولو كان صالحا وليا. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت يا محمد. فغضب رسول الله فقال: أجعلتني لله ندًا؟ قل ما شاء الله وحده. انظر إلى هذا التوحيد. لا يرضى رسول الله وهو من هو سيد الخلق، سيد الرسل، سيد الأنبياء، سيد الأولياء، سيد الصالحين، سيد ولد آدم أجمعين في الدنيا وفي الآخرة. قال: أجعلتني لله ندًا؟ قل ما شاء الله وحده. وحديث ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إلى أن قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لم يقل له: ادعوني أنا من دون الله. لذلك الآية شملت كل أحد دون الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة كل واحد تدعوه وتترك الله عز وجل فإنه لن يستجيب لك إلى يوم القيامة، لأنه لا يسمع دعاءك أولاً، ولو سمع دعاءك إياه ما استجاب لك، ويوم القيامة سيكفر بشركك. قال: لا يسمعون دعاءكم
ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أما معنى الوسيلة في الآية اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال قتادة رحمه الله وهو من أجلة التابعين، قال الوسيلة أي تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. فالوسيلة أن تتقرب إلى الله وأن تدعو الله في الدعاء بعملك الصالح، كما فعل أصحاب الغار الثلاثة الذين حكى لنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرد على شبهة الأولى، وسأواصل في حلقات وجمع بإذن الله تعالى، ليرفع الله عنا البلاء والوباء والغلاء بسبب هذا وأمثاله من الدجاجلة الذين يخربون للأمة دينهم، ويفسدون للأمة عقيدتهم، ويخربون دين رسول الله، ويجددون دين المشركين، ولكن خابوا وخسروا لأن الله حفظ الدين وحفظ القرآن وحفظ السنة. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على عبدك ونبيك وخليلك نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.